نظمت جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس بشراكة مع الجامعة المالكية المغربية للدراجات والجامعة المغربية للرياضات الجامعية النسخة الثانية من السباق الوطني الجامعي للدراجات الهوائية والذي دارت أطواره بالعاصمة العلمية فاس، وذلك بحضور مجموعة من مدراء وممثلي الأحياء الجامعية والشخصيات البارزة في عالم اللعبة. إذن الجامعة الملكية المغربية لسباق الدراجات فخورة أولا بتفعيل الاتفاقية التي تربطنا وجامعة سيدي محمد بن عبد الله من أجل تفعيل المضامين ديال الرسالة الملكية ألا وهي الرياضة الجامعية وبالأخص رياضة سباق الدراجات. نحن الآن في النسخة الثانية، برزوا أبطال وبطلات كبار اللي حقيقة تشرفوا المملكة واللي إن شاء الله غادي يطعموا جميع الفروق الوطنية، لا في الدراجة الجبلية ولا في الدراجة على الطريق ولا في الإناث ولا في الذكور. أنا فخور جدا ومعتز بالمستوى التقني الهائل وكذلك بالسباق اللي كان سباق جميل جدا، والطالبات والطلبة لقوا بينوا علو الكعب ديالهم وتبين على أنهم فعلا يستحقون باش يمثلوا المملكة في السباقات لا القارية ولا الجهوية ولا الدولية، دائما من حسن الأحسن. هي مناسبة باش نشكر الجامعة سيدي محمد بن عبد الله، الولاية ديال فاس مكناس، وكذلك الجامعة الحضارية، وكذلك وزارة الشباب والرياضة واللجنة الوطنية الأولمبية على الدعم ديالهم المتواصل واللي حقا تأكدوا على أنهم فعلا إلى جانب الرياضة بكل أصنافها. وبالعودة إلى أجواء المنافسة، فقد أعطيت الانطلاقة وسط أجواء غلب عليها الحماس والإثارة، حيث جرى السباق على امتداد 18 دورة شهدت منافسة قوية لدراجين من مختلف المدن حول الظفر بالمرتبة الأولى. وهو ما تحقق للدراج وليد أزداد والذي تمكن من انتزاع الصف الأول على مستوى الطلبة الجماعيين وكذا التصنيف العام. الحمد لله أن استطعت تجربة السباق المرتبة الأولى فيما يخص فئة الطلبة الجامعيين والمرتبة الأولى فيما يخص يعني التصنيف العام. الحمد لله السباق كان ناجح ومنافسة كانت قوية، استطعنا نبقاو مع الكوكبة الأولى اللي كانوا فيها يعني أفضل كبار في تخصص الدراجة على الطريق. الحمد لله بقينا معاهم حتى الدورة الأخيرة، وبقينا أربعة بين أعدائي في ديال تخصص الدراجة الجبلية، وقبل 400 متر تما يعني طلقنا السرعة النهائية، والحمد لله استطعت ندخل المرتبة الأولى وجيت مسرور، والتنظيم كان رائع في المستوى، كانت السلطة المحلية حاضرة، الأمن الوطني، الوقاية المدنية، يعني التنظيم كان في المستوى. كنتمنى يعني تعاود تنظم بحال هاد السباقات فيما يخص الطلبة الجامعيين إن شاء الله يكون خير. شكرا. أما على مستوى نون النسوة، وكما كان متوقعا فقد تغلبت الدراجة مروى العالم على منافساتها محققة بذلك المرتبة الأولى. كان اليوم سباق وطني ثاني للجامعي لسباق جامعي، كان سباق في المستوى وتنظيم في المستوى، كان الحمد لله كان بزاف ديال المتسابقين، كانت تظاهرة ناجحة، وانني فزت بالمركز الاول فرحت بزاف، وكنتمنى كاع الشابات وكاع اللي باغيين يديروا شي رياضه وباغيين يوصلوا في شي رياضه يتبعوا شنو باغيين يديروا ويحلموا انهم يوصلوا لواحد المرحله وغيوصلوا ليها ان شاء الله، وكنتمنى لهم التوفيق، كنتمنى لي التوفيق. شكرا.